ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده يا جماعه عن شيبسي رو. شيبسي رو انواع كتيره، انا جربت معظمه بس انا تلاقيت طعمين جداد وكان في طعم تالت هجربه لكم ايه مره تانية. تلاقيت فلفل حلو، انا ما جربتش الطعم ده قبل كده، والليمون تمام. فانا بالنسبه لي بما اني بعشق اي حاجه فيها نسبه ليمون او ليمون، فانا هضرب الليمون كده واقول لكم رايي فيه. بصراحه انا بحب الشيبسي رو عشان مختلف عن الشيبسيات التانية، اللي هي البطاطسية بتاعته بتبقى عريضة شوية، اللي هي بتبقى بيسموها كاتل كوب تمام، اللي هي بتبقى عاملة شبه بطاطسية اللي بتتعمل في البيت وكده. البطاطسية بتبقى عريضة شوية، مش بتبقى رفيعة خالص. فنفتح كده ونشوف الدنيا فيها تمام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحق يا جماعة ما قلتلكوش سعر شيبس الروب 10 جنيه تمام، كيس بيتباع ب10 جنيه تمام. راحت الليمون فيه مفحفحة، يا رب يطلع الفليفر عالي. شوفوا يا جماعة هو الكمية قليلة جدا بس هندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حلو بس الفليفر بتاعه مش عالي، طعم الليمون مش حاسه قوي. هو في يعني سن طعم الليمون بس انا مش حاسه قوي. بالنسبة لطعمه انا شايف اللي طاجر اقوى منه كتير الصراحة. يعني لو حبيت اديله تقييم اخد له تقييم 6.5/10. سلام.